الجمعية اللبنانية لتطوير وعرض الفنون أبيل هن ضيوفنا لليوم ببلوك نوت، والحديث رح يكون عن منح جامعية يمكن بتصير للمرة الأولى بلبنان. ضيوفي لليوم باستوديو لايف مشاهدينا هن ندى خوري وهي نائب رئيسة الجمعية، وساندرا أبو نادر وهي عضو بجمعية أبيل. صباح الخير. مجموع. أهلا وسهلا فيكم. ساندرا رح نبلش معك، كريت بتعرفينا على هالجمعية وشو هو هدفها عامة؟ أبيل هي جمعية لتطوير وعرض الفنون، أسستها السيدة ريتا نمور من سنتين تقريبا. هدف دعم الفن اللبناني وتنمية الطاقات الفنية، إبراز الفنانين اللبنانيين من خلال عرض أعمالهم الفنية بمعارض تقام بلبنان وخارج لبنان. تطمح أبيل تكون مساحة التقاء للحوار الثقافي ومنصة مشتركة للأعمال الفنية والإبداعية. من أهم أهداف أبيل هو دعم التدريس وفتح طريق نجاح والابتكار الفني للأشخاص يلي عندهم طاقات، يعني أو عندهم طاقات فنية، عندهم طاقات فنية من خلال إعطائهم منح دراسية. وهالشي حققته أبيل من 3 أيام نتيجة أول معرض أقامته بواشنطن بنيسان الماضي، وعطت من 3 أيام منح لثلاث جامعات لبنانية. هلا بنحكي عن علاقة العرض أو المعرض اللي عم بيصير بهالمنح الدراسية، بس أنا بدي أسأل كمان عن الفن. لما بنقول الفن يعني بأي ندى، بأي مضامير عم نحكي، بأي مجال؟ الفن الرسم، فن التصوير، فن شو؟ كل الفن. الفن اليوم بيجمع كتير. وأنتوا جامعين بهالجمعية كل أنواع الفنون؟ كل أنواع الفنون، يعني في الرسم، في النحت، في الفيديو، في الفوتو، في الانستالاسيون. اليوم هلا في كثير الفن بطل محصور على البنتور مثل زمان، صار الفنان بيعبر بكثير طرق وبكثير. وانتم بتشجعوا كل هالانواع؟ نحن بنشجع كل هالانواع. حضرتك نائب رئيس الجمعيه وكنت عم تقولي رئيسه الجمعيه كانت حابه تكون معنا. كثير حابه تكون معنا، ما كان اكون هون وكل هالستريس علي. بس لظروف شخصيه وعائليه لسوء الحظ ما فيها كانت تكون معنا اليوم. ذكرتي يا ساندرا انه كان في معرض بواشنطن مزبوط بنيسان الماضي. عرضنا 29، كان في 29 فنان، كان في بين 40 و50 لوحه، بين لوحه وبين نحت وبين كلهم من لبنان، كلهم من لبنان، كلهم فنانين لبنانيين، كلهم الفنانين اللبنانيين. ونعمر المعرض بالكاتسن سنتر ميوزيوم بواشنطن بالجامعه الامريكيه. ونجاح المعرض سمح لنا نعطي منح دراسيه مثل ما قلت لك للاي يو بي، لجامعه للايزاك وللبلمنت. من نجاح المعرض عم تستفيدوا من سبونسرز، من بيع ال؟ اكيد كان في كثير 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 اشخاص ساعدونا ومؤسسات ساعدونا، واكيد بلا مساعدة. شو كان هدفهم انه يساعدوا هيك معرض؟ يعني معرض عم يصير بواشنطن مش بلبنان، يعني معرض اكيد مكلف لتنقل الفنانين. هو كل شيء بيساعد ل اول شيء تفرجي صورة لبنان الحضاري، وتساعدي هالدومين الفن يلي هو اذا بدك مش كثير، يعني مش كثير عم بيجي مساعدات مثل غير. صحيح، خاصة بلبنان. مزبوط، لانه الدولة عندها غير اشياء هلا تهتم فيها من يعني في نقص كثير بدعم الفنان والفن بلبنان، فمش هيك صار في جمعيات كثير لتساعد ولتملأ هالفراغ يعني. طيب ندى، من جراء نجاح المعرض قررتوا انه يكون يعني المساعده تعيدكم مساعده ماديه بشكل منح دراسيه لهالكنيسة؟ لا، هيدا قبل المعرض كان مدنا انه ندى. قبل كنتم مقررين؟ كنا مقررين. طيب في شروط معينه بتختاروا على اساسها التلاميذ اللي بتعطوها منح دراسيه؟ علامات عاليه، موهبه استثنائيه؟ اكيد لازم يكونوا موهوبين، ولازم ما يكون عندهم قدره هن مادية تيقدروا يكفوا. بس نحن هالمرة ما نقينا، يعني طلبنا من الجامعات هن يختاروا التلميذ. أكيد بده يكون عامل أول سنة وبرهن على براعته وإنه بيستاهل يكفي بهالدومين يعني. وأنا بحب أقول إنه من يومين وقت أعطينا هالمنح كانت يعني كثير تأثرنا وكثير انبسطنا وقت شفنا هالتلاميذ. كم تلميذ اخترتوا؟ 4 تلاميذ، وبين هالاربع تلاميذ ويا ريت فينا نعطي لاكثر من 4 تلاميذ، ان شاء الله بالسنين اللي رح يجوا نقدر نعطي اكثر واكثر. كان في بينات هالاربع تلاميذ تلميذه سور دي ميوات، وكان يعني
كثير تأثرنا كلنا وقتها شفناها عم بتعبر بإيديها وبعيونها تفسرنا شو أهمية الفن بحياتها. شو حلو. ووقتها شفناها كلنا قلنا شو ما صار شو ما رح يصير رح تكملوا بهيدا بدنا نكمل وان شاء الله الناس تساعدنا تنقدر نعطي اكثر واكثر. ساندرا عندكم عدد تلاميذ معين بتقرروا تعطوه كل سنه بورس للجامعه؟ لا حسب نتيجه كل معرض بنقرر كم تلميذ بتقدروا تساعدوا. حنشوف مقطع من فيديو صغير أوكي. ونرجع نكمل حديثنا عن السنه كيف تم الاختيار. Some of its most bitter conflict. In many ways art and conflict come from the same fire. And thus APEAL, the Association for the Promotion and Exhibition of the Arts in Lebanon, is dedicated to helping channel Lebanon's unique energy creatively instead of waiting for it to express itself destructively. Because unlike conflict, art demands no harsh payment. It seeks no retribution. Its legacy is not pain, but beauty. My father was the first president of the Republic of Lebanon. Politics is a disaster. So that's why I chose art over politics. APEAL believes in the importance of art and culture as an authentic means of rapprochement between peoples. But the world is changing. Now Lebanese culture needs to stand on the global stage. APEAL is important because it's the first organization which is trying to take Lebanese artists outside Lebanon. Art is fundamentally truth, and with the help of its partners, APEAL has taken bold steps to show a hopeful but not idealized version of contemporary Lebanon. It was a very important step that APEAL took, the risk, if entre parenthèses, the risk, to show our new art in Lebanon. APEAL is dedicated to projecting Lebanese artists beyond Lebanon's borders, launching exchange programs, granting scholarships to promising Lebanese talent, and creating a common platform and magnet for creativity by presenting eclectic collections. APEAL believes that success follows partnership, and it always seeks organizations and people that resonate with its mission. In our family, we decided that certain percentage of our revenues will go to the art and to education. Mario has a foundation to help the arts, and he is one of our major sponsors. And as soon as he heard about the project, he was very enthusiastic. Although Washington, D.C. is a city of museums, for Convergence New Art from Lebanon, APEAL needed more than just a large contemporary space to feature its planned exhibition, lectures, and film series. APEAL found the perfect partner in the Katzen Arts Center at American University. I'm always really interested in art. المعرض كان موضوع ببلوك نوت من فترة مش كتير طويلة كمان حكينا عن هالمعرض وقديش كانت أهميته وقديش أخذ ضجة مع علماً إنه هذا المعرض الأول لمجموعة من الفنانين اللبنانيين بالخارج بهالطريقة. كنت عم تقولي شيء، كنت عم تقولي للسنة عن اختياركم يمكن المنح الدراسية. للمنح الدراسية لا، عم بقول لك إنه يمكن السنة عطينا منح دراسية، يمكن السنة الجاية يكون لمساعدة بركة مؤسسة معينة بهالمجال كمان. بهالمجال كمان أوكي. إنه باب مفتوح يعني أوكي. مش إنه بس الشيء اللي بيلفت النظر انه ابيل اللي هي جمعيه فتيه صغيره بعد عمرها سنتين اخذت ضجه كثير من اول من بدايه عملها. هذا الشيء بيعود لشو برايك؟ شطارتنا. شطارتكم، يعطيكم الف عافيه. لا لانه من قلبنا هذا الشيء بيفرحنا على كل حال، نحن لبنان يعني الجمعيه كلنا اصحاب بين بعضنا ومدعومين وفي حماس بتحس في بعض الاشخاص او المؤسسات ايه؟ اللي بتتحمس انه تساعد كثير. عن جد في مؤسسات كثير تحمست وفي اشخاص تحمسوا كثير بيساعدوا. وهون بدي اشكر مجموعه سرادار يلي بلا دعمها ومساعدتها، لانه بتعرفي معرض واشنطن اخذ سنه ونص شغل اداري ثقيل يلي امنته السيده تانيا حلو يلي هي مديره مؤسسه سرادار، يلي عن جد بدونهم ما كنا قدرنا حققنا اللي حققناه. وكان الفيدباك او ردود الفعل بامريكا بواشنطن كانت كثير جيده كمان جراء هالمعرض. وكمان كان في ان باراليل مع المعرض كمان الفستيفال دو سينما مع الفونداسيون ليبان سينما كمان عرضنا فلومي
سينياس ليباني. هل تعملوا فولو اب او بتتابعوا بعدين التلاميذ اللي اخذوا هالبورس منكم؟ اكيد اكيد بعدين اكيد بشغلوا. في فولو اب اكيد في كونتاكت رح يكون دايم مع الجامعات هلا يلي نحن فتنا معهم، يعني على امل انه نقدر نساعد اكثر المره الجايه نعرضهم بركي هلا مشروعكم القادم شو راح يكون غير بورس كولاخ؟ في معرض قريب خارج لبنان بعد؟ في مشروع هيك؟ في مشروع بعد سنه سنتين عم نحضره هلا، بس ما فينا نحكي عنه قبل ما يتم كل كله بياخذ وقت. اللي بحب انه ياخذ معلومات اكثر عن الجمعيه جمعيه ابيل لحتى يمكن يستفيد من هالمنح الدراسيه او لحتى هو يفيد او يشارك بدعم الفن اللبناني بكافه اشكاله، كيف بيقدر ياخذ معلومات؟ في عنا ويب في عنا ويب سايت فيهم يفوتوا على الويب سايت وياخذوا كل المعلومات. نحن بنقول لكم يعطيكم الف عافيه وموفقين وحنضلنا بمتابعه لكل نشاطاتكم. ميرسي ميرسي ريلي، اهلا وسهلا فيكم. بريك ومنتابع.